السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل لكم جولة كده في الغيط، فقلت ايه نتمشى شوية، فحبيت ايه اصور معاكم ونعمل جولة حلوة مع بعض كده في الجو الجميل. احنا دلوقتي يا بنات بعد العصر، احنا دلوقتي حوالي الساعة 5 المغرب، يعني لسه الجو لسه منور وما شاء الله جو جميل جدا، والهواء الهواء حلو قوي، فقلنا نعمل ايه جوله مع بعض كده. يلا بينا بقى افرجكم على الغيطان. طبعا هي الربه اللي طالعه في اراضي لسه ما اتزرعتش، محروضه بس، فهنوريكم بقى كل حاجه مع الجو الجميل الحلو ده. دي لسه يا بنات الاراضي ما اتزرعتش اهي، دي بقى حر يعني حارتينهم ولسه بقى هيزرعوها. وهنا بقى ايه الترعه اللي بيجيبوا منها ميه، ودي برسيم بتاع المواشي، فهو لسه صغير اهو بدأ يطلع. ودي طبعا السكه اللي انا ماشيه عليها، وهنا شجر. قدم يا يوسف، قدم عشان اصورك يا يوسف. قولوا السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قولوا ما تنسوش تعملوا لايك بقى، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك مع كل تخزين لاي يا في الجميع. طيب يلا نكمل السكه. يلا ما تنسوش تعملوا لايك مع كل الجميع. كل الجميع دي بقى دي بقى ايه؟ دي اسمها مبسوطة، بتبقى تطلع كده في المية لوحدها كده من غير ما بتزرع ولا اي حاجة، هي دي اسمها مبسوطة. دي بتطلع كده يا بنات شيطان، يعني زي ما احنا بنقول كده في البلدي شيطاني كده، بتطلع كده لوحدها كده. ودي طبعا شجرة اهو، الأراضي ما شاء الله جميلة. أراكوا بقى بتاع البرسيم، طبعا صاحب الارض في اخر، دي مش ارضها طبعا، دي اراضي كده بتاعت ناس، صاحب الارض في اخر الارض هناك، فاحنا مش هننزل فيها طبعا ولا حاجه. بصور لكم كده من اول ايه في اول السكه. ودي برضو ترعه صغيره كده بياخدوا منها ميه للارض، بيروي الارض، بيروي الربه من الميه دي. وهنا طبعا اراضي لسه ما اتزرعتش اهي، وجنبها برضو اراضي اتزرعت، فسبحان الله في ارض مزروعه وارض مش مزروعه. السلام عليكم. ودي بقى يوسف ابني حب يمشي معايا، فقلنا يلا يلا نمشي شويه، فيعني الارض مش بعيده عن بيتنا، فبطن قريب منها يعني 20 متر كده. لا مش 20 متر، يعني حاجة بسيطة. 20 متر دي كتير. وفي هناك ناس اهي في اخر في اخر الارض هناك بيزرعهم، يا ترى بيزرعوا ايه؟ بس دي ايه قصب، قصب باظ من زمان ناشف بقى عشان مفيش مية في الترع ازاي، فهو نشف القصب نشف. احنا كده طبعا بقى صورت لكم شويه من الجوله طبعا، فهنرجع بقى برضو اتصور لكم ايه منطقه تانية كده، اراضي تانية. ده لسه كمان يعني الشمس لسه طالعه اهي، لسه المغرب ما اذنش لسه. فيديو بسيط كده وخفيف، اتمنى يا رب ان الفيديو النهارده يعجبكم.
يعني مش من ابو ياسر بقى، انا مش منه. يلا ماشي، هنعمل من السكه التانية ده بقى، نشوف المبسوطه. وفي عدس في اللي. في عدس هنا في الميه تنزل. استنى بقى، مفيش غلطه مع الفاضي، مش فيها ميه. ادي ادي المبسوطه، هي اسمها مبسوطه. ودي ما عارفين اسمها اصلا. لا ما اسمها مبسوطه. واللي جنبها دي اللي على وش الميه دي بيسموه ايه؟ عدس. عدس يعني عدس، عدس بتاع الميه دي. كان ايام زمان، ايام زمان كان بياخدوه كده بيعملوه بيصفوه وياخدوه لايه؟ للطيور، للبط. كان بيقولوا جميل قوي، بس مين بقى؟ ما عادش حد بيعمل كده. الباقي بياكلوه بيخصهم. كان زمان بيعملوا كده، ياخدوه كده وياكلوا للبط يعني، والوز والحاجات دي. فما عادش اصلا حد بيعمل زي زمان يعني. الناس كانت ما شاء الله الاول كان بتربي طيور كتير، وبيجيبوا حاجات اصلا من حاجات يعني من الاراضي وكده. فما شاء الله يعني الحاجه كانت بتبقى مبروكه وكده. دلوقتي بعد العلف والذره والرده والحاجات دي، ما عادش حد بقى بيجيب الكلام ده. ادي كده ارض اهي، دي ارض برضو لسه ما اتزرعتش. هوريكم بقى ايه. دي بوابه بتاعت المي، بيسدوا ويقفلوا منها. وممكن ما تطلع ما تخشنا. ما هم بقى بيقوم ساعه من الارض تتملى بيقوم سدينها، وما كنا عايزين الميه الارض تتملى ميه بيقوم فاتحين. نكاي. ودي ايه بقى يوسف؟ دي اسمها دي الحلزونه. دي الحلزونه اللي بمي. دي بقى اللي بتطلع منها الميه. ودي ماشيه كده، ودي كده اهو، وبتروح حاجه باين لهم بتروح حاجه. دي بقى الحلزونه اهي. ف كيف غويطه تبتلي اللي يقع فيها ما يطلعش تاني. دي بقى ساعه ما بتكون شغاله دي بقى كلها بتتملى ميه كده لغايه ما توصل الاراضي كلها وتملي الاراضي كلها. فيها ميه بس طبعا ما بيدورها بقى بال بتاع البابور باين. لا السلبي. هي والله السلبي. السلبي يحط مشيجه، السلبي يحط له بقى. ما شرحتش برضه يا يوسف، اشرح لنا حيل بيعملوا ايه. بنمسك السلك ماشي، واول ما بنمسك السلك بيقوم حاطينه هنا اهو، وبقى السلك بقى اللي بابور يدور ثم كوت تخش كده هناك الميه بقى. نزل ميه كتير. السلك بيعمل بتطلع الميه فوق هنا كده. اللي مبسوطه مغطيه عن الميه خالص ازاي؟ مش مغطيه الميه لو بقى شو حلوين بس كم تحت. هنا في الارياف الجو بيبقى جميل جدا في العصريه كده. العاصفه طبعا دي فسحتنا بقى، هنا نتفسح بقى كده، نتمشى شويه في الاراضي مش عارفه ايه. في وقت العصريه كده بيبقى جميل. موبايل موبايل. كل واحد طبعا في ارضه اهو بينظف فيها، واللي بيزرعها واللي بينظفها. كل واحد كل اصحاب الله، كل واحد يعني صاحب الارض بينظف ويظبط وكل حاجه. هنا في ناس هناك اهي، وفي هنا ناس اهي. ربنا يعين كل واحد على حاله. لا ايه ما تجيش جنبها بقى قوي. لا ما تحطش بقى حاجه مش هتني. لا يكون منها الميه عاليه، لانها خفيفه بترفع من الميه عاليه، مش العصا مش هتنزل. وبعدين خفيف الشمس بقى شكلها حلو ازاي. اصل عشان الشمس حلوه اكون برضان تفتح الشمس عن يعني انت ساعات. حبيت اقرب لكم شويه الشمس، لونها جميل. ويوسف عمال يلعب اهو. تعمل ايه يا يوسف؟ مش حاجه. طب يلا عشان نمشي.
احنا قاعدين يبعتلو رسايل. لأنها رطوبة تقيلة بتغسل تحت المية كده بقى. خلاص يا بنات احنا ماشيين بقى مروحين، يعني مشينا كده كده وكده كملنا يعني حوالي نص ساعة. ف هنمشي بقى مروحين البيت، انا وقت لغاية البيت ساعة بالظبط. اتمنى بقى يكون الفيديو النهارده خفيف وبسيط على قلوبكم، حبيت يعني اعمل لكم جوله بسيطه وايه صغيره كده، فيديو بسيط. احنا كده مروحين البيت يا يوسف. اه بجد والله المنظر هنا جميل جدا، الجو جميل جدا، واحد اصلا مش عايز يروح يسيب الجو الحلو ده. وكده يا بنات احنا ماشيين اهو زي ما قلت لكم. فعندنا اللي مش عارف التليفون مش عارف بجيب يعني الكاميرا عليا وارجع افصله تاني فاجيب ايه لغوص. فانا بغير يعني الكاميرا كده. فاحنا ماشيين كده بقى يوسف بقى يقول لنا حاجه حلوه كده من عنده. هتقول لنا ايه يوسف؟ ايه عند ابو الدرداء رضي الله عنه. ماشي يلا دي قصه عند ابو الدرداء رضي الله عنه. طب تعالي انا بقى اقف كده 5 متر عند عند البتاع ده اهي. اقف عليها بقى حاجة رباني اهي، نجيلة رباني ودي دي ماسورة اهي بتعمل مية، وعليها اهي نجيلة حاجات يعني ايه جميلة كده رباني. عند ابو الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول ان العظماء واسرة الانبياء، وان الانبياء لما ورثوا لهم دينار ودينارا لما ورث الانفاق الاخذ بحظ وافر. بسم الله الرحمن الرحيم. هبطت يلا كفايه عليك كده عشان ما نطولش على المشاهدين. فاحنا خلاص بقى نفصل الفيديو. ربنا آتنا لسه في حاجه وعدتنا عن رسولك لا تاخذنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عاملا منكم من ذكر انثى بعضكم من بعض. فالذين جاهروا ويخرج من ديارهم واوذوا في سبيلي وقتلوا وقتلا لا يكفرن عنهم سيئاتنا لا يدخل جنات تجري من تحت النار ثواب من عند الله والله عند احسن الثواب. يا مصر انشد الدنيا وعيون الشعوب يا كعبة الاحرار رنا تبرسك في القلوب يا ام ابطال فنون يا ام ابطال حروب يا جنة تهتز بالاسرار بين شذ وطيب وقصيدك الشجر المطهر وطيب شد الضياء من الظلام مع كل الدروب. لسه في حاجة تانية هتقولها؟ كده خلصت يعني؟ لا لسه في كده خلصت؟ لسه حاجة صغيرة. ربنا يفتح لك يا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه هل أنذر من قومك من قبل يأتي عذاب أليم. قال يا قومي إني لكم نذير مبين وأن عبد الله واتقوا يا طعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ويخلق لو كنتم تعملون. قال يا رب إني دعوت لقومي ليلا نهارا فلم يزدهم دعائهم إلا فرارا.
إنا كل ما دعوتم فتخفى لهم وجاء صبحهم فهزاني ما استخشب سيابا وصر اصبر سبارا ثم إنا لم تلوم جارا ثم إنا لم تلوم أسرة الأسرارا فكنت استخفى ربي إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم أضرارا ومددكم بأنوال بنيه واجعلك جنات واجعلك أنهارا ما لكم أرجون الله وقارا وقد خلقنا أطوارا أم تخلق الله سبع سماوات طباقا فجعل القمر فإن نورا فجعل الشمس سراجا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وكده خلاص يا بنات خلصنا بقى الفيديو، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. يوسف ختمها بقى بآية قرآن. أتمنى يكون الفيديو بسيط وخفيف على قلبكم، وأسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز تقول إيه؟ بس صورة. عايز تقول إيه؟ ما تنسوش لايكات. أيوة طب تعالى جنبنا بقى وقول لهم بقى ما تنسوش اللايكات. بعد إذنك ما تنسوش لايكات ومشتركة. اشتراك. اشتراك. خلاص بقى. فهم يعني ان شاء الله اسمعوا كلام، هيسمعوا كلامك يا يوسف وهيعملوا لنا لايك والاشتراك عشان القناه تكبر وتفعل، والجزء الثاني هيبدا لكم. يلا اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.